حضر لي الشرف باش نتكلموا في هذا الموضوع ديال التكريم ديالي والوليدات ديالنا. راه بحال وليداتني، وليدات المعهد كلهم، وتبارك الله تكرموا باش يكرموني. والإدارة هي ما نساوش الجهودات ديالها تبارك الله عليهم، وهذا شرف كبير اللي كان نهديه لكل فنان طبعا. وكنشكر بزاف من الحاضرين على التكريم ديالي واللي حضروا بزاف وساندوني في هذا التكريم هذا، من الناس ديال الصحافة، من الناس ديال الفنانين اللي حاضرين، من العائلات ديال الطلبة ومن الطلبة اللي يهنوني في هذا التكريم. وشكرا. اليوم كنتواجدوا بالمركب الثقافي ديال الانفا، وغادي نحتفلوا بالحفل السنوي ديال المعهد الموسيقي ديال الانفا بحضور الاساتذه والتلاميذ والاباء والامهات ديالهم. هذه السنه الدراسيه كانت جد ايجابيه، حيت زدنا دي ديسيبلين، زدنا بزاف الحوايج اللي يقدروا يتنفعوا بها التلاميذ ديال المعهد الموسيقي. ايضا هذا الحفل السنوي كيكون فرصه باش نحتفلوا بالعمل اللي قاموا به الاساتذه خلال هذه السنه، وايضا نعطيو فرصه للتلاميذ يوريو الاباء ديالهم والاساتذه ديالهم شنو درسوا هذا العام. دونك جد سعيده بوجودي اليوم في هذا اليوم السعيد، وشكرا.